السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات وورلد سبورتس. طبعا بنبارك للنادي الأهلي فوزه في المباراة الودية، مباراة مهمة جدا للإطمئنان على كل اللعيبة اللي موجودة في الفترة الحالية. عندنا مباراة مهمة جدا في الدوري المصري الممتاز القادمة يوم 30 مارس، وأيضا عندنا استعدادات لدوري أبطال أفريقيا، بالتالي هي مباراة مهمة جدا، علشان كده اتأخرنا على حضراتكم وطلعنا الساعة 5:30.